انا من الحمد لله يعني ما تم اي استهداف عندنا هنية في مناطقنا الزراعيه، بس احنا استهلكنا كميات هائله من الحطب، كانت مزروعه زيتون لينا وتم قصي واستعمالها للحطب وللفرن. طبعا بقدر افرجيك الفرن، عندنا فرن طينه، وهذا كل دربالك اثر علينا كثروه زي يعني من الزيتون والزيت اللي كنا احنا نصرف حنا منه وبناكل لبيتنا كمان منه. كل هذه الثروه اللي عندنا كانت هذه بتقدر تقول الحين انتهت. قول إن التربة قد تصحرت بفعل الحرب، وإضافة إلى ذلك أن تسرب مياه المجاري التي انهارت، وصول رشح كيميائي من القذائف أو فيزيائي كالأشعة إلى الخزان الجوفي لوث مياه الشرب، وبالتالي هي ستصل بالتأكيد إلى فم المواطن أو إلى سلسلة الغذاء، وبالتالي تكون سببا من أسباب ظهور أعراض مرضية خطيرة. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.